بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لاتفاقية حقوق الطفل واليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة المصادفان ليومي 20 و25 نوفمبر من كل سنة، سطرت مصالح أمن ولاية بجاية برنامجا ثريا ومتنوعا للاحتفال بالمناسبتين. بمناسبة اليوم العالمي لحماية حقوق الطفل، مصالح أمن ولاية بجاية سطرت برنامج ثري جدا بغاية من أجل الاحتفال بهذه المناسبة، حيث سطرت عدة فعاليات من أجل الاحتفال مع الأطفال بهذه المناسبة. ومن بين النشاطات المبرمجة يتفضل السيد رئيس فرقة حماية الطفولة. السلام عليكم. Donc à l'occasion de la journée aînée du 20 novembre, qui coïncide avec la fête internationale des droits de l'enfant, ainsi on parle la journée OSEIN, on va parler d'année sur le 25 sur les femmes battues. Donc on a organisé, on a fait des portes ouvertes. خدمة بوكت ouvert pour les enfants pour les familles des choses qu'il y en a qui خدمة la brigade des mineurs le travail du bureau de la cybercriminalité وحيلة brigade des stupes باش نسعوا نظرة شاملة الخدمة نخدمها كيف الحماية كي اون دون لونفونس والمجهودات اللي تسكت المدير العام للأمن الوطني لحماية الطفولة. في حدود الساعة 10 صباحا قامت إطارات من مصالح أمن الولاية بقيادة الملازم الأول للشرطة السيد فارس بوزنتوتا بزيارة جوارية إلى مركز حماية الطفولة المسعفة بإحداد. وفي الفترة المسائية تم تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى الأمن الحضري الثاني، أين عرضت من خلالها صور فوتوغرافية خاصة بمشاركات عناصر الفرقة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، وأخرى لمخاطر الانترنت، وذلك من طرف فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية، وكذا عرض إحصائيات خاصة بحوادث المرور من قبل عناصر المصلحة الولائية للأمن العمومي. معكم ملازم أول الشرطة أبو زنتوتا فارس تابع خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية بجاية. اليوم رانا في زيارة تفقدية إلى بمناسبة اليوم العالمي للطفولة المصادف ل 20 نوفمبر من كل سنة. مصالح أمن ولاية بجاية ارتأت إلى أن تشارك هذه الفئة مجتمع فرحة تاعها، ورانا جينا هنا باش نقول لهم رانا معاهم ومتضامنين معهم، وإن شاء الله كما يقولون نتمناو المسؤولين هنا في السنتر يتهلاو في هذه الفئة من المجتمع. وأمنة ولاية بجارة كل سنة في المناسبة هذه تدير برنامج تاري، ومن بينها زيارة المركز هذا. اسمي سيف دين حدوش قراغ العدي زروقي، هذا رادي هنا شورتي بليك فيسبوك العاليس مي ما كي اسمه سمي ونك دشيا انفيتاسيو الفو با فو با ما اسقبل تسكي انا قرنا نقر كي ناغ كي مش انت فامي التناغ ناكي تسنطف ناغ ماذا انو كان اسقبل طف دشيا كي الحوايش الفو با اسكتكي اسمي انت تصدغو تلقابي مولاش هما اديكس لفوتو او رش اكال كي حاجة انديري اسمي ذا انا تكونكتي ماسونا سلبي سي على مس سكوتش ني يسونا باش قوا سميسكني الكاميرا ني مديش عذات كانت الامن الوطني ز كان اكيدون الشرطي وين لا عناصر العالية السلبية وإيجابية وين الفو ذا وين الفو اسمك شمع الفيسبوك انا حاجه الفون انفاسي داشي نظري كل واحد وايطنين و الفون تكون اكثر واحد يونا اثن سينارا الفو جامس نك عندي نز دو غام كيسما كيسمي اك جامس نك الحوايج داك لانو انا ما نشك ثكي الحاجه سنيني مولا انه كذا داشي نخدم. ما ميز الحدث هي مداخلة التي نشطها إطار من فرقة الأحداث تحت
عنوان آليات الشرطية لحماية الأطفال القصر، حيث كانت بمثابة الفرصة السانحة للتحدث عن حقوق الطفل وكذا تعريف طلب المتمدرسين بمهام فرقة الأحداث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، ناهيكا عن الدور الذي تلعبه في حماية ووقاية شريحة الأطفال القصر من مختلف الآفات الاجتماعية، مع تقديم أو استعراض لإحصائيات خاصة بجنوح الأحداث المسجلة على مستوى فرقة حماية الطفولة التابعة للأمن الولاية. وكانت هذه المداخلة بمثابة دردشة مفتوحة دامت قرابة ساعتين من الزمن بين إطارات الأمن وتلاميذ المؤسسات التربوية المشاركين فيها، وسمحت بطرح العديد من الانشغالات للإجابة عنها، إلى جانب تبادل الأفكار والمعلومات السليمة خاصة فيما يخص حقوق الطفل.